سهل على أي حد فينا يتفاهم مع الناس اللي يعرفهم، ومش صعب إنه يقبلهم ويحبهم. لكن كتير مننا بيتجنبوا التعامل مع أي شخص ما يعرفوش حاجة عنه، ولأن معرفتنا بالآخرين بتسهل تعاملاتنا معاهم، هدفنا دايماً إننا نعرفك بأي إنسان مختلف عنك. تعالوا معنا النهاردة نتعرف على أشخاص يمكن يكونوا مختلفين، لكن رغم اختلافهم هنكتشف قد إيه هم مميزين. مورين طفلة مميزة جداً، مختلفة صحيح عن باقي الأطفال، لكن مع اهتمام أسرتها بيها واهتمام المكان اللي بتتدرب فيه، قدرت مورين إنها تكون مميزة وتاخد ميداليات وتكتسب مهارات كتير وتتعلم في المدرسة زيها زي باقي الأطفال. ضمن الحالات اللي موجودة معانا في المركز هي مورين سامح. مورين سامح جات لنا وهي عندها 5 سنوات. هي دلوقتي في سنة 5 ابتدائي تربية فكرية. موري عندها مواهب حلوة كتير قوي، منها موهبة الرسم، واشتركت في مسابقة الإبداع وخدت المركز الأول في المسابقة باللوحة بتاعتها، غير طبعاً الرياضة اللي بتقوم بيها في المؤسسة هنا. المؤسسة بتعمل عدة رياضات هنا، منها السباحة ومنها رياضة كرة قدم كرة سلة. فمولي مشتركة في السباحة، خدت الميدالية الذهبية في الأولمبياد، وخدت الفضية 25 متر، وخدت البرونزية 50 متر، ودي شهادة التقدير بتاعتها. مولي كانت جاية لنا لسه المهارات عندها، مهاراتها كانت لسه محتاجة شوية تعليم في الأكاديمي، وكمان مهارات الصغرى عندها، هي كان عندها ضعف في الحركات الصغرى، فدلوقتي بقت أحسن وبقت تمسك القلم أفضل وبقت حلوة جدا في المدرسة، وبتطلع كل سنة في المدرسة بتاعتها الأول. مورين انت بتحبي تعملي ايه يا موري بالالوان؟ بتحبي ترسمي ايه؟ نرسم ايه؟ ماما بترسم. مورين بترسم شخصيات كرتونية، هي بتتفرج على كرتون كتير، فمنها بترسم شخصيات كرتونية، واحنا يعني بنحاول نعلمها المهارة اكتر. سبايدر مان بتحب ترسمه. ايه تاني يا موري؟ باتمان. شاطر يا موري. موري انت في سنة كام؟ قولي لهم بقى ان انت ايه، في سنة كام؟ خمسة. موري بتطلع الاول في المدرسة؟ يعني صعبة شوي. موري بتعملي ايه انت ايه؟ مش بتروحي معايا السباحة؟ بتحبي ايه؟ تعملي ايه؟ زي ايه؟ تعملي ايه؟ لما بتنطي بتقول عايزة اعمل زي سمكة ايه؟ قرش. القرش. فموري بقت حالتها دلوقتي افضل بكتير من الاول، ادراكيا حركيا. صراحة الفضل كتير يرجع برضو هنا في المؤسسة مس منال، مهتمية جدا بالرياضة ومهتمية جدا ان توصل البلاد في لحاجة افضل. يعني مورين يعني انا شايفة انها قدام، يعني هي حلوة جدا في الرسم، حاسة ان ده هيبقى حلو جدا ليها، لان هي عندها بتخزن في الذاكرة اشكال كرتونية، لا ترسمها حلو جدا، وكمان براعة في انها تختار الالوان، فحاسة انها فنيا هتبقى، لا في الرسم هتجيد الفن حلو جدا في الرسم بالذات. اكاديميا بقى موري حلوة جدا، انها خلاص قدام خلاص هتبتدي تقرأ، فكمان هتعرف تقرأ اي حاجة حواليها،
فدي اهم حاجة برضو نقطة عندنا، ان موري تعرف تقرأ، وموري كمان بتعرف تستخدم الكمبيوتر، فده كمان هيساعدها انها مثلا نزود المهارة دي عندها شوية، انها تكتب على الكمبيوتر، حتى لو هتكتب رسائل بسيطة او تشتغل في الحتة دي يعني. لان باباها اصلا يعني عنده مكتب، فممكن تساعده في الحتة دي، ممكن تبقى قاعدة على الكمبيوتر وتكتب له او تقرا له شوية حاجات. بس انا صراحة يعني انا بقول لا، مورين هتبقى حلوة جدا في الرسم، عندها المهارة دي حلوة جدا، وحلوة جدا في السباحة. شفنا ازاي قدرت مورين تنجح، والفضل يرجع لأسرتها والمؤسسة اللي بتعلمها، ومحبتها لمدرستها وارتباطها بيها. وهي دي الحاجات اللي بيحتاجها كل واحد فينا مهما كان مختلف، عشان يقدر يستثمر قدراته ويتعلم مهارات جديدة ويكون فعلاً إنسان مميز. اتولدت جابرييلا ماشيتي سنة 1965، وتخرجت من الجامعة سنة 1988 بعد ما درست العلاقات الدولية. وفي سنة 1994 حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. لحد هنا القصة عادية، لكن في نفس السنة 1994 اتعرضت جابرييلا لحادث سيارة كان نتيجته إنها فقدت قدرتها على المشي، لكن استمرت الحياة، وبدأ نجاحها الحقيقي لما اشتغلت في مناصب كتير زي وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، وأصبحت نائب عمدة مدينة بوينوس آيرس بنسبة 61% من الأصوات الانتخابية، وكانت أول مرة يتم انتخابها لمنصب نائب عمدة مدينة. وفي سنة 2015 أصبحت جابرييلا ماشيتي نائبة رئيس الأرجنتين. وفي الحقيقة كان الحادث اللي تعرضت ليه سبب في مساندتها لذوي القدرات الخاصة، وتعاونها مع المؤسسات غير الحكومية للدفاع عن حقوقهم، وكمان إنها ترأس لجنة للدمج والإشراك الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. في سنة 2017 جت جابرييلا ماشيتي في زيارة لمصر، التقت فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة معالم سياحية زي الأهرامات التلاتة. ومن المثير إنها بتسافر لبلاد كتير، وبتميزها مهاراتها السياسية في إدارة العلاقات بين بلدها والبلاد اللي بتزورها. ومفيش شك إن شخصية جابرييلا ماشيتي ودورها السياسي ورحلتها المستمرة حول العالم بتثبت إن الحادث اللي تعرضت له ما كانش نهاية مشوارها، لأنها قدرت تكمل وتكون مميزة للدرجة دي. في الحلقة دي هنتعلم مع بعض ازاي نميز بين العملات المختلفة. كتير مننا بينضحك عليه لو هو نزل يشتري وممكن حد يديله مثلا 5 جنيه على انها 100 جنيه وحاجات زي كده. فاحنا ازاي دلوقتي هنتعلم ازاي نفرق بين العملات المختلفة. انا هنا حاطة العملات من اول 5 لغاية 100 في ناحية، وحتى 200 لوحدها في ناحية، وهنقول ليه دلوقتي. ده بنسميه مميز العملة، بيتعمل برضو من الورق الكرتون او من البروشور بتاع الادوية، اي حاجة مقوى. هو بيتفتح هوت نصين زي الكتاب كده، وهنلاقي هنا فيه حتة كده مفتوحة، هنعرف ليه دلوقتي. بالنسبة لهنا دي علامات بارزة معمولة بالرولت بتاعة الخياطة. طبعا اكيد ان 100 اكبر من 50 والخمسين اكبر من 20 وهكذا. فاحنا هنبتدي من اليمين، ده خط 100، 50، 20، 10، 5. احنا دلوقتي هنجيب عملة ونشوف هنتعرف عليها ازاي. لو العملة دي مش جديدة لازم اتأكد ان هي
مفرودة، لأن طبعا لو هي فيها أي تانيات هنا أو كده يستحسن ما تبقاش قديمة قوي قوي. حاول إن احنا لو بنشتري ما ناخدش العملات القديمة من البياعين على قد ما نقدر. أنا هنا كده حطيتها واتأكدت إن هي داخلة هنا. مقاس العرض ده لازم يبقى مقاس العملات كلها ما عدا الميتين، الميتين أعرض من المية وأعرض من جميع العملات، كل العملات عرضها واحد ما عدا الميتين. فاحنا دلوقتي دي أهي عملنا كده، ونتأكد إن الفاصل هنا ده آخره هنا كده، وبعدين هتني وهشوف دي جاية عند مقاس ايه، هلاقيها ان هي جاية عند اول علامة، يبقى اذا دي 5 جنيه. اوكي نكرر كمان مرة. لو انا في ايديا عملات كتير مش عارفاها وعملات عارفاها، ما ينفعش ارجع العملة اللي عرفتها في نفس المكان، فانا هحطها لوحدها اهي عشان انا عرفت مثلا ان دي 5 جنيه، هرجعها مكانها في مكان مختلف علشان ما ارجعش اتلخبط تاني. انا جبتها من وسط الورق اهي عشان ما بقاش عارفه هي كام، هعمل نفس الحكايه اهي برضو، صبعي السبابه بتاع ايدي اليمين يزنق هنا، بتاكد كمان ان هي اهي داخله وبتني، وبعدين بشوف بختبر بإيدي دي وبشوفها جاية فين. هي جاية عند الخط اللي قبل الأخير، يبقى إذا دي 50. تعالوا بقى نشوف قصة الميتين. أنا حطيتها إيه؟ لازم اللي هيعمل الحاجة دي يبقى متأكد ان هو عمل المقاييس دي مظبوطة، علشان لما هحط الميتين كده خارجة من بره اهي. وعشان اتأكد هعمل ايه بقى بعد ما هخلص كده؟ هروح اجيب عملة تانية من غير بقى، حطهم اهم، همسك كده وكده لغاية ما الحروف تيجي على بعضها. الاتنين دول قد بعض، ايه اللي هيعرفني دول ميات ولا متينات؟ هعمل كده اهو، هنا في فرق اهو، ده فرق كافي قوي ان الشخص اللي بيلمس كويس يحس بيه. اشكركم. محتاجين نعرف ايه هي الاعاقة الذهنية، وازاي نميز اذا كان الطفل طبيعي او عنده اعاقة ذهنية. النهارده هنتكلم على أسباب الإعاقة الذهنية. في الأول نعرف إيه هي الإعاقة الذهنية. الإعاقة الذهنية 3 حاجات. أول حاجة في تأخر في القدرات المعرفية، يعني القدرات الذهنية، يعني ذكاء الشخص أقل من المتوسط، يعني قدرته على التفكير، الذاكرة بتاعته، حل المشكلات دوت أقل، وده بيظهر في اختبارات مقننة بنقدر نعرف فيها هو فين بالظبط. تاني حاجة ولازم تبقى مصاحبة ليها، قصور في السلوك التكيفي أو المهارات التكيفية، إزاي بيتكيف مع المجتمع أو مع البيئة المحيطة بيه، أنشطة الحياة اليومية بتاعته إلى أي مدى هو بيقدر يقوم بيها، يعني بيقدر يتواصل، بيقدر يهتم بنفسه، متحكم في التواليت مثلا، بيقدر يأكل لوحده، بيشرب لوحده، بيقدر يتفاعل اجتماعيا مع الناس. كل الحاجات دي هي بيشغل وقت فراغه،
كل الحاجات دي هي مهارات الحياة اليومية برضو هنلاقي فيها قصور. تالت حاجة إن كل دوت بيحصل في أول سنين من العمر لغاية 18 سنة، يعني لو حد حصل له خلل بعد 18 سنة ما بسميهاش إعاقة ذهنية. طيب إيه المظاهر اللي ممكن الأهل يلتفتوا ليها عشان يقدروا يكتشفوا الإعاقة الذهنية؟ وهنا عايزة أقول إنه لازم نكتشف بسرعة، لأن كل ما اكتشفنا بسرعة أنا هقدر أتدخل بسرعة، وبالتالي فرصة الطفل إنه يتعلم أحسن بكتير، إنه يكتسب مهارات أحسن بكتير، إنه يعتمد على نفسه أحسن بكتير. عشان كده أنا بشجع الأهل إن هم ينتبهوا للطفل من الأول خالص. في أحياناً الشكل بتاعه بس بيلفت النظر، وفي أحيان بلاقي إنه مهاراته قليلة لو أنا قارنته بأخوه الأكبر أو بأقرانه اللي في نفس السن. يعني لو قلنا مثلاً إن هو في الكلام مش فاهم أنا بقول إيه، يعني فهمه للغة، أو هو اتأخر في اللغة، يعني المناغاة بتحصل في الشهور الأولانية ما حصلتش، أو إنه يقول كلمة على سن سنة ما حصلش، أو إنه على سن سنتين يقدر يقول جملة من كلمتين زي أروح باي، زي أنا أشرب، زي أكل مام مثلاً، عن ثلاث سنين بيقول ثلاث كلمات وهكذا. الحاجات دي هي بيكتشفها الأهل، مش لازم أستنى بقى لثلاث سنين، لا لازم من بدري أشوف بينتبه. لو أنا سقفت له هل بينتبه للصوت؟ لو أنا وريته حاجة بتتحرك قدامه هل بينتبه لها ولا لأ؟ المجال الحركي طبعا كلنا عارفين انه على سن 3 اشهر مثلا ماما بتسند الطفل على كتفها هو بيسند براسه، حصل ولا ما حصلش؟ طيب عند 6 شهور بيقدر يقعد، حصل ولا ما حصلش؟ 6 7 8 ماشي. عند 9 10 شهور يبتدي يحبي. كل الحاجات دي لازم نلتفت اليها بدري علشان اقدر اتدخل بدري. مش هستنى بقى اقول ده لما دخل المدرسه ما قبلهوش، لا لازم من بدري ان انا ابتدي اكتشف المهارات اللي هي ما قدرش يتحصل عليها الطفل ده. برضه في مهارات اجتماعيه، الطفل بيبتدي عند سن شهرين يبتسم، عند 4 اشهر يضحك، هقول له بخ هيضحك، عند 5 اشهر مثلا بيعرف اهله، بعد كده بيقدر ان هو يكبر شويه يبتدي يشاور باي، يسلم على الاغراب. حصل مشكله مثلا مش هنلاقي بقى صوت غضب ويقعد يصوت ويعيط، لا هيقدر ان هو يتفاعل اجتماعيا شويه، هيقدر يفهم الموقف ويبقى على قده. كمان قدرته على التعلم والادراك ده كمان هنلاقيه اتاخر، يعني يكتسب المهارات المعرفيه اللي هي المفاهيم زي كبير وصغير، طويل وقصير، فوق وتحت، قدام وورا، الالوان، الاشكال الهندسيه، يربط بين الحاجات، يعني يربط انه انا الكوره بتاعتي وقعت يبقى انا ممكن احل المشكله دي باني ازقها بعصاية، ممكن ان انا عايز الحاجه الفلانيه يبقى انا هشد المفرش ده هتديني الحاجه الفلانيه، انا عايز كذا هجيب لي كرسي واطلع عليه. حل المشكلات، كل دي مهارات بتنمو عند الطفل مع نموه، ما يبقاش قاعد في السرير ما بيعملش حاجه خالص، لا لازم نكتشف بسرعه اي تاخر. مهاراته الاجتماعيه، اللغويه، الادراكيه، الحركيه، كلها بتؤخذ في الاعتبار ولازم الاهل يبقوا ملتفتين ليها علشان يحصل تدخل بسرعه. ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لاصابه الطفل باعاقه ذهنيه؟ ويا ترى في بعض الأسباب اللي نقدر نتجنبها عشان نحمي أطفالنا؟ هنتكلم دلوقتي على أسباب الإعاقة الذهنية، بنقسمهم علشان يبقوا سهلين علينا لثلاث حاجات، يا إما أسباب قبل الولادة يعني أثناء الحمل مثلا، يا إما أسباب أثناء الولادة، يا إما أسباب بعد الولادة يعني البيبي يروح وحصل مشكلة بعدين. إيه الحاجات اللي ممكن تحصل قبل الولادة يعني أثناء الحمل؟ وهقول بالمرة إذا كان في تدخل، إذا كان أنا ممكن أمنع السبب ده أو لأ. أولاً عندنا الحاجات الوراثية، يعني مثال ليها عيوب الكروموزومات. الخلية بتاعت الإنسان فيها 46 كروموزوم، والكروموزوم ده هو المادة الصبغية اللي موجودة جوه الخلية وبتحمل كل الصفات الوراثية بتاعتنا اللي بنسميها جينات. أوقات بيحصل خلل إنه بدل ما إحنا عندنا 46 كروموزوم في الخلية
عندنا 47، والمثال بتاع ده هو الطفل اللي عنده متلازمة داون. ده عنده 47 كروموزوم بدل 46 لأنه عنده كروموزوم إضافي رقم 21. هل أنا أقدر أتصرف في ده؟ مش دايماً، لأنه غالباً ده طفرة. السبب الثاني أنه يكون في عيب في التمثيل الغذائي، يعني الأكل اللي بياخده الطفل ما بيستفادش منه أو بيتحول لسموم أو مواد مضرة بمخ الطفل. ده بيحصل كتير قوي كطفرة، يعني أول طفل في العيلة يحصل له كده، لكن كمان لو كان المرض دوت موجود في العيلة مش بحبذ جواز القرايب، لأنه ممكن يبقى الزوج سليم والزوجة سليمة، ولكن لأنهم حاملين الصفة دي من الجدود تظهر في الأطفال. المثال ده الفينايل كيتونوريا، وده عيب في التمثيل الغذائي للبروتينات. طيب ايه تاني ممكن يحصل اثناء الحمل؟ مشكله في الهرمونات، واهم حاجه احنا بنعرفها هرمون الغده الدرقيه. لو في نقص في هرمون الغده الدرقيه هلاقي تاخر واضح في كل المجالات للطفل ده، وهيبقى عنده اعاقه ذهنيه. والحمد لله دلوقتي بقى في شكه الكعب اللي هي بنقدر نحلل للمولود الجديد لو في نقص او لا في الغده الدرقيه. لو في نقص بيبلغوا الاهل وبياخد الهرمون وبيبقى سليم خالص ويقدر ان هو يعيش حياه طبيعيه جدا. انما لو هو عنده نقص في هرمون الغده الدرقيه وما اخدش الهرمون هيحصل اعاقه ذهنيه. ممكن كمان امراض للام، امراض تصيب الام. في ممكن يكون هي عندها مرض مزمن، زي عندها القلب، عندها السكر، عندها ضغط، عندها ربو. هل ما تخلفش؟ لا، هتخلف، بس هتتابع اثناء الحمل مع دكتور البطنه بتاعها علشان نقدر نتدارك اي مشكله. ممكن تسمم الحمل. تسمم الحمل ده كمان مهم نعرفه بدري، لانه دوت بنعرفه بثلاث حاجات: زلال في البول، تورم في الرجلين، وضغط عالي. لو هي بتتابع مع الدكتور بتاعها هنقدر نعرف بسرعة علشان نقدر نتدارك الأمر ده. كمان الأمراض المعدية، في فيروسات في منتهى الخطورة على الجنين، وأشهرهم هي الحصبة الألماني. وبرضو الحمد لله إحنا بنطعم دلوقتي الأطفال ضد الحصبة الألماني، وكمان بنطعم المراهقين علشان نضمن إنه ما يحصلش عدوى بالحصبة الألماني أثناء الحمل، لأنها بتشوه الجنين تماماً. في حاجة تانية زي التهاب الكبد الوبائي برضو قد يشوه الجنين أو يؤدي إلى إعاقات. كمان مهمة قوي التوكسوبلازما. التوكسوبلازما ده طفيل موجود في براز القطط، وكمان ممكن يبقى موجود في اللحمة النية. طيب يبقى الأم الحامل مش لازم تتعرض للقطط، مش لازم تكون هي بتنظف لهم، مش لازم هي تتعامل كتير مع الحاجات دي، لانه وارد قوي انها تتعدي بالتوكسوبلازما، وده بيفوت من خلال المشيمه للجنين وبيعمل اعاقه. كمان لما بقول اللحمه النيه اقصد بيها انه لما تكون بتتعامل مع لحمه لازم تصبن ايديها كويس قوي بعد اللحمه. لو بتتعامل مع سكينه وهي بتقطع اللحمه لازم تغسلها قبل ما تحطها في خضار او كذا. كمان الرخامه اللي أنا قطعت عليها اللحمة مهمة قوي إنها تتنظف كويس قوي قبل ما أحط عليها خضار أو حاجة هتتاكل على طول. لما أقول لحمة نية كمان أقصد بيها اللي هي اللحوم المصنعة لما بتكون مش متصنعة كويس. فإذا لو بسطرمة، لانشون، الحاجات دي هي لازم أطمن إن أنا من مصدر موثوق فيه أو أسويها أنا تاني، يعني علشان أطمن إنه مفيش توكسوبلازما، لأنها من الطفيليات اللي قد تؤدي إلى إعاقة ذهنية. ده بالنسبة للأمراض اللي قد تصيب الأم أثناء الحمل. ممكن كمان الأم تتعرض لنزيف أو لصدمة أو وقعت، ده الدم اللي بيتغذى منه الجنين، ده اللي هيكمل النمو بتاعه، فإذا هنا برضو ممكن يكون الجنين في خطر. ممكن هي تكون بتتناول أدوية، لازم برضو نطمن إيه هي الأدوية اللي بتاخدها، ما ينفعش تاخدها من غير استشارة الطبيب، سواء مضادات حيوية أو كمان مهدئات أو أي مكان من الأدوية. المخدرات في منتهى الخطورة، التدخين، الكحوليات، كل الحاجات دي هي خلاص مادام الأم ناوت تبقى حامل، مش بس لما تبقى حامل توقفها، لا، لو هي ناوية تحمل لازم توقف الحاجات دي هي، لأنه هي الجهاز العصبي بتاع الجنين بيتكون قبل ما هي تعرف إنها حامل.
كمان التعرض للأشعة. ما يصحش أبدا أبدا إن أنا أروح مع طفل أو أتعرض أنا لأشعة علشان لو أنا حامل، لأنه طبعا الجنين هيبقى في خطر. نيجي بقى بعد كده للأسباب اللي هي أثناء الولادة. إيه اللي ممكن يحصل؟ هي جاية إمتى؟ الطفل اللي مولود قبل الميعاد. الطفل اللي مولود قبل الميعاد هو في خطر، لأنه ممكن تكون أجهزته ما اكتملتش كويس. كمان الطفل اللي بيتولد وزنه قليل أقل من 2.5 كيلو هو في خطر. الحالتين دول بنسميهم الطفل المبتسم، وده بيحتاج رعاية خاصة، وإذا ما خدهاش هيبقى الطفل في خطر وعنده مشكلة. كمان الصدمات اللي ممكن يتعرض لها، لو وقع البيبي ده يوم الولادة من إيد الممرضة مثلا، لو اتعرض لخبطة، لو نزف، لو في مشكلة في الـ RH مثلا اللي هي بيتولد لونه أصفر بسبب عدم توافق الـ RH ما بين الأب والأم، كل الحاجات دي قد تؤدي إلى إعاقة ذهنية. الحاجة الثالثة اللي هي الأسباب اللي بعد الولادة، إيه الحاجات اللي ممكن يتعرض لها الطفل بعد الولادة وقد تؤدي إلى إعاقة ذهنية؟ ممكن نقول الأمراض المعدية، وبالذات الحمى الشوكية والحمى المخية. إحنا هنا عند المخ بالظبط، فطبعاً في خطورة كبيرة إنه يحصل تلف في المخ أو مشكلة في المخ، ودوت يعرضه لإعاقة. مهم قوي برضو نعرف الصدمات اللي ممكن يتعرض لها الطفل الصغير. خدوا البالكم، هو بيتقلب وبنعرفش إنه تقلب إلا لما نلاقيه في الأرض. لا، لازم نبقى عارفين ده، يا ننيمه في الأرض يا نحكم حواليه كويس قوي. تاني حاجة، أوقات بنحط السرير بتاعه لازق في الحيطة اللي فيها الشباك، هو هيقف برضو قبل ما نعرف إنه وقف. لما بنكون بنرحب بضيوف أو بنودع ضيوف إحنا على بير السلم أو على السلم، خدوا البالكم تبقى ماسكه في إيدك علشان ممكن قوي إنه هو يقع من السلالم. إحنا دلوقتي هنسوق العربية، ما نبقاش فرحانين بابننا ونحطه على حجرنا، ده في منتهى الخطورة، لأنه هو اللي هيتلقى الصدمة لو لا قدر الله حصل أي حاجة. لكن أنا بربطه ورا في كرسي مخصوص عشانه، لازم يبقى مربوط، لأنه لو حصل أي فرمالة جامدة هيطير يتخبط قدام، وده طبعا مشكلة كبيرة لأن أنا على المخ برضه مباشر. كمان لو هو هيسوق عجلة هيلبس خوذة، لو أنا هركبه معايا على موتوسيكل هيلبس خوذة، لازم أحافظ على دماغه. كل الحاجات دي هي هو عرضة ليها. كمان سوء التغذية، لازم أهتم بتغذية الطفل، لأنه التغذية السليمة بتخليه مش عرضة قوي للأمراض، والأمراض ما أضمنش هو توصل معاه لإيه. يعني هنقول طفل جاله حصبة مثلا، ممكن طفل يقوم منها سليم خالص، وممكن طفل تتحول معاه بعد كده الحمى شوكية لأنه مناعته ضعيفة. فأنا التغذية السليمة بتحسن الصحة بتاعت الطفل، في إنه هو ما يبقاش قوي عرضة للأمراض، أو إنه هو يقدر يقاوم المرض. لازم أهتم بتطعيماته كمان، لأنه التطعيمات دي مهمة جدا علشان ما يتعرضش للأمراض اللي قد تؤدي إلى إعاقات. لازم كمان أنا البيئة بتاعتي يبقى فيها مثيرات كويسة للطفل، إنها تخليه ينتبه، تخليه ينمي لغته، ينمي مهاراته، ينمي الحركة بتاعته. كل الحاجات دي الأم والأب لازم يهتموا بيها. ما تسيبوش الطفل في مكانه في سريره مطمنين إنه هو أخد كل رعايته، لا، دي مش كل رعايته. رعايته إنه هو يتفاعل معانا، إنه هو يسمع لغة، إنه هو يشوف حاجات كتير. عرفنا معلومات كتير عن الإعاقة الذهنية وأسبابها، وشفنا إزاي التعامل الصحيح معاها بيفتح الباب لإمكانيات كتير، وساعتها مش هتكون الإعاقة نهاية المطاف. عشان كده تعالوا نحاول نقبل الآخر حتى لو كان مختلف عننا في حاجات كتير، لأن بالحب والاهتمام والتدريب هيكون مثمر زي غيره ويمكن أكتر. بيسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم على الأرقام دي 01 22 56 44
999 أو على 022-66-33357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان أنا عندي طموح جوا فنان لكن مجروح.